يا أخي الله يرزقك كثرة الأشياء اللي تحطها في جيبك. آمين. الحين قول لي، وصلت الطلبية للزبون؟ لا. وليش لا؟ لا تقول لي كنسل. لا ما كنسل، بس التجار ما يبون يوردون البضاعة، واحنا ماخذين عربيا طلبيات من العالم، يعني بلشة. شوف بصراحة أنا ما أفهم الكلام اللي قاعد تقوله، بس ليش محسسني إن التجار بس هنا يعني؟ ليش ما تجيبوه من أي مكان ثاني؟ من الرياض، من جدة، من أي مكان برا؟ لو بنجيب من أي مكان برا على قولتك، الرياض أو جدة، بتطلع علينا أغلى البضاعة، بعدين كل شيء راح يطلع علينا في الأخير بخسارة. سالفة معقدة يعني، بس الله يعين، إن شاء الله بتنحل. إن شاء الله يا رب. بس هم ليش يسوون معكم كذا؟ مو تقول يعني إن فاطمة ممشية المحل صح وإن سمعتكم زينة؟ عبد العزيز أخو زوجها الله يرحمه هو اللي موقف شغله. وليش؟ يعني وش راح يستفيد؟ أيوة يتزوجها وهي ما تبي. وليش ما تبي؟ يعني هي ما تبي تفك نفسها من هالسوالف؟ حرة هي بكيفها ما تبي. بس أنت قلت إن هو يقرب لهم، صح ولا لا؟ يعني راح يحافظ عليها وعلى بنتها، المفروض تحمد ربها بصراحة. وش تبيني يعني، مثلا أروح أمسكها من إيدها أقول لها تزوجي؟ إي ليش لا؟ الحين لو عبد العزيز عرف إن أنت اللي أقنعتها راح يخليك الكل في الكل، خليك ذكي. قفل الموضوع، خليني أرتاح الله يخليك. أوكي طيب، يعني إيش فيك معصب؟ تتزوج أنا ما تتزوج إيش دخلني أنا أصلاً؟ أيوة أنت اللي قاعد لك ساعة قاعد تسولفين في الموضوع، خلاص أبي أريح. أنا؟ أبي أريح ممكن؟ إي. عبد العزيز صح؟ خير إن شاء الله. طيب يا سلطان. أوكي أوكي، مع السلامة.